وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفي فترات متقطعة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس خصوصا النهاردة في ارتفاع يمكن في درجات الحرارة قيم تتراوح بين درجتين أو ثلاث درجات. هو بالفعل يمكن احنا بداية من اليوم هنبدأ نشهد تحسن كامل في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. هنلاحظ كمان زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في أغلب المحافظات وخاصة في المحافظات الداخلية، فده هيؤدي لارتفاع في قيم درجة الحرارة خلال فترة النهار بمعدل من درجة لدرجتين عن أمس أو الأيام الماضية، فبالتالي طقس فترة النهار طقس دافي بشكل كبير في معظم المحافظات فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد، طقسها بيكون من مائل للبروده المائل للدفء ده خلال فتره النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس. لكن فور غياب اشعه الشمس وصلنا فترات الليل بيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجه الحراره، الانخفاض ده محسوس اكثر في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، اجواء شديده البروده في معظم الانحاء خاصه في الاماكن المفتوحه، الاماكن لها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديده. كمان فرص امطار اليوم هتقل تماما عن الايام الماضيه، وتكون امطار ما بين خفيفه متوسطه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، تمتد بكميات اقل امطار خفيفه لمناطق من جنوب الوجه البحري مدن القناه، وقد تصل فرص ضعيفه لامطار خفيفه في مناطق من القاهره الكبرى. كمان الشبوره المائيه ظاهره جويه هتاثر معانا خلال الايام اللي جايه بشكل كبير، لان احنا الايام اللي جايه هيكون في مزيد من التحسن ومزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه، هيكون في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فبالتالي الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير خاصه فتره الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. هننصح بس كل الساده المشاهدين لازم نخلي بالنا الفتره الجايه من فرق درجات الحراره بين النهار والليل. دايما سرعه الرياح يا دكتور بتكون مرتفعه ولا سرعه عاديه؟ يعني خلال هذه الايام بدات سرعات رياح تهدأ في اغلب المحافظات، يمكن النهارده وبكره والايام اللي جايه سرعات رياح هتكون معتدله نسبيا، يعني لا تزيد عن 30-35 كيلومتر على الساعه، وده اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير. الايام اللي جايه كمان هيكون في هدوء اكتر في سرعات الرياح، يمكن نحس مع نهايات الاسبوع الخميس الجمعه بنشاط نسبي للرياح، لكن مش هيكون مؤثر بشكل كبير، فقط هيساعدنا ان احنا في بعض الايام نحس بانخفاض قيم درجات الحراره. ايضا حركه الملاحه البحريه يمكن اليوم هتكون معتدله للمضطربه، الايام اللي جايه ان شاء الله هتكون معتدله تماما، فبالتالي في استقرار تام في الاحوال الجويه خلال الايام اللي جايه باذن الله. يعني احنا بنستمتع خلال الاسبوع ده بطقس شتوي دافئ. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 21، الصغرى 12، العاصمه الاداريه 21-11، الاسكندريه 19-10، العالمين الجديده 19-10، مطروح 17-11، دمياط 19-13، بورسعيد 20-14، اسماعيليه 20-12، السويس 21-11، العريش 19-12، كاترين 15-2، طابا 19-10، حلايب 22-16، شلاتين 26-15، شرم الشيخ 22-15، الغردقة 23-14، الفيوم 21-9، بني سويف 21-8، الوادي الجديد 23-7، أسيوط 22-7، سوهاج 23-8، قنا 24-11، الأقصر 24-10، وأخيرا أسوان 24-11. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن زي ما قلنا إن الطقس خلال الأسبوع ده هيكون شتوي دافئ ومعتدل على كافة الأنحاء. هرجع مرة تانية لمنى ومصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، طمنتينا على الجو في الأيام اللي جاية.